يا دكتور يا دكتور، أنا مضايق نفسيا. مطرح ما بروح الناس بيضحكوا علي وبيصيروا يعملوا لي حركات، والكبار بيصيروا يدزوا ولادهم ليقربوا علي ويتجولقوني. لك بحس حالي مسخرة بالمجتمع، ولا بنت بتاخدني على محمل الجد، ووقتها اتقرب منها ما بتعبرني. طول بالك. هدي لك هدي. بس انت اللي ايمتى بلشت تحس بهيدا الشيء؟ من 7 سنين، من لما بلشت اشتغل جوجول كلون بالسيرك.